الو ريان حبيبي، كيفك؟ فاضي؟ ايه فاضي. قل لي وينك انت؟ في موضوع كثير كثير ضروري لازم احكي معك. انا بالبيت. يلا يلا جاي لعندك. ايه اهلا وسهلا. يلا بعت لك لوكيشن. ماشي ماشي، بعت لي شير لوكيشن، مسافة الطريق. اوكي يلا باي. يا الله يا عايا، بدي اعرف تفاصيل. احكيني تفاصيل، شو هاي منيح؟ عن جد مثل ما قالت عليك امك. شو قالت؟ قالت انك حشور بتحزن من خارج بكل شيء. هلا هيك قضيتوها عم تحكوا علي؟ لا مو كل الوقت، يعني ثلاث ارباعه. بعدين انت شو صار لك؟ ليش قاعد تتصل كل الوقت؟ ماشي هيك عادي، بدي اطمن يعني. ولا عم تتحشر يا حشور؟ يا حشور خلص. لكان استقلت. زعلتني والله. هذا اللي كان لازم يصير. طيب ليش هيك عملت؟ إذا جيت لهون لحتى تخليني أرجع عن قراري، بحب أقول لك لا 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 لا. أنا الحقيقة هو مشان موضوع تاني. عرفته من شوي. خير؟ وسام. وسام هو اللي وظف البنت بالأوتيل الثاني. وأنت شو عرفك؟ هلا استغربت أنه أنا كيف عرفت؟ معناتها أنت بتعرف الموضوع. إيه بصراحة كنت عارف. شو معناتها وسام هو ورا تذكرة الأوتيل؟ ليش ما خبرتني؟ كيف كان بدي أخبر هيك شيء يعني؟ مين كان رح يصدقني لو قلت؟ أنا رح أصدقك، ولو أنا بصدقك. بعجبك أنا ريان، بعجبك. أنا بتطيع وحدة بفهمه للبني آدم. يعني إذا كان كلمتك مقابل كلمته أكيد رح أوقف معك وعلى طول. شكراً. عفواً. غريب، ليش هيك عمل؟ بصراحة ما بعرف، أنا واجهته وسألته يعني بس ما قدرت أوصل لجواب منطقي. معقول؟ معقول في حدا بيعمل هيك برزقه؟